كومز وبرنامج توي ستورج، بدنا تكونوا بصحه وسلامه بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم واحد البروموسيون، بروموسيون تكون خطيره جدا، غيكون فيها واحد التخفيضات خياليه، واحد الاثمنه يمكن ما تشيقوهاش. غادي نخليكم في واحد الجوله خفيفه. مرحبا، على بركه الله غادي نبداو باول بروموسيون بلا شك. هذه كلشي كتعرفوها، الاونتي فيبراسيون، غادي نديروا فيها واحد الثمن خيالي اللي ما غتلقاوه حتى في شي بلاصه. الثمن ديالها 4، غادي يكونوا ب 19 درهم، كتصلح الطابله، الثلاجه، اي حاجه، ماشينه لافي، مهم اونتي فيبراسيون، في نفس الوقت سيبور. انتو الزاوج اللي غادي يكون فيه حتى هو واحد التخفيض اللي خيالي، والثمن اللي ما غتلقاوه حتى في شي بلاصه اخرى. مقاومه الغبار والحشرات، شوفوا لا كاليتي ديالها كي دايره، شوفوا لا كاليتي كيفاش دايره. كتجيب جوج ديال الالوان، هاد القهوي وفي هاد الكحل ولا كري فونسي. الثمن ديالها غادي يكون 29 درهم، والطول فيها تقريبا 97 سنتيم، راه عبر كبير قريب مات. شو تعرف هاد المكنسه بزاف، ديفا 650 واط، جا فيها واعر، ما كتاخذش لي سباس، تقدر ديبلاصو فيها فين ما بغيتو، ومجهده تبارك الله. شوفوا غير السيستم ديالها كيفاش خدام، اي حاجه. الثمن ديالها غادي يكون 330 درهم، ثمن البروموسيون باش يستافدوا الناس اللي ما مازال ما خداوهاش. مرحبا، وجبنا لكم اليوم هذا البرومو الواعر، فريدو نتاع لوطو اوتو كولا غير ب 149 درهم. ها هو كما كتشوفوا اوتو كولا، وساهل باش ديمونطا. نبقى هنايا، ها هو كيفاش غادي يجي على برا. شوف تخفيضات الصيف وعروض الصيف، دخلنا لكم هذا الاونتي موستيك اللي كتشوكي الناموس. الثمن ديالها غادي يكون 99 درهم، كنا دايرين 120 درهم ثمن البروموسيون. هذه نوفا غادي تولي الثمن ديالها 85 درهم، كانت اتيري الناموس هذه، فيها فونتيلاتور هنا والليد. مرحبا، لي موبايل الرائع نيكس فان الواعر، كاين بهذا وكاين موديل اخر، الثمن ديالو شحال غادي يكون؟ 185 درهم. ثمن تخفيضات جد رائعه هذه المره غادي تكون. هنا كديروا الماء ولا كلاصي، وهنا تحكموا في الريكلاج ديالو، فيه ثلاثه ديال لي فيتاس، وهنا تقدروا تبدلوا لي نيفو ديالو. مرحبا، قلنا لكم هذا التيول عجيب وجديد، فيه 15، لما تشوفوا قداش المساحه ديالو. الا قالوا عجيب راه عجيب نيشان، فيه بزاف تاع لي زوبسيون هنايا على حسب الماء كيفاش يخرج النيفو ديالو. والثمن ديالو غادي يكون 85 درهم، صالحين يديو للسعيد ديال تنطويو به اللوطو، يصلح في يامات العيد، المهم اي حاجه. هذا عجيب عجيب واعر، 85 درهم. مرحبا، هذا الحجاب ديال اللوطو اللي واعر صراحه، غادي يكون زوج 99 درهم. كي كيجي كيجي سير ميزور، كاس واعر، كيمنع دخول الشمس، وتقدر تحلو حتى السرجم باش يدخلكم العوام شحال. بزاف ديال الكليان قال لك لا والو، تولي دير لنا بروموسيون في هاد لاسبيراتور العجيبه، الكاليتي المزيانه نسيو. مرحبا، الثمن ديالها غادي يكون 139 درهم، ثمن البروموسيون التخفيض الاول. تشيبر الثمن ديالها غادي يكون 99 درهم، ثمن خطير خيالي. هذه كتجمع الكرش او ميم طو كطيح الوزن فيهم لي طاي. مرحبا بكم، سويت شيبر هي هذه، الثمن غادي يكون 99 درهم. دخلنا لكم الكيسان مناسبات العيد، دابا الصيف كما كتشوفوا العراضات، دخلنا لكم هذا الكيسان ب 69 درهم، هذا الموديل كامل ب 69 درهم، كاين هذا الموديل في ارجونتي، ودخلنا لكم هذا ب 80 درهم، حتى هما كاليتي زوينه، طوغي والارجونتي. راكم الصيف ديال لي زاكسيسوار، ما يمكنش ما تكونش عندكم سمارت واتش، دخلنا لكم هذا السمارت واتش سيري سات، كتجي مديكوريا واعره، ديال الدراري كاينه في النوار وكاينه في ديال البنات في هذا الكولور، غوج كيجي بجوج سماطي، الغوز. والغوج وديال الدراري كتجي بلون واحد، شوف كي دايره كاليتي واعره، يا سلام واعره واعره. الثمن ديالها 299 درهم، مرحبا بكم كاملين عند متجر توي ستور. الضايه ديال الموز دخلناها لكم حتى هي جديده، الثمن ديالها 45 درهم. وما ننساوش هاد الهاشوار الخطيره تبارك الله، دوتشمان من احسن لي مارك اللي كاينين في الهاشوار، ديجا خدمنا فيها هذه مده، زدنا خدمنا فيها اليوم في يامات العيد. كتجي جوج ديال الريسان، واحد ديال الكفته واللحم، باش ما ديروش الشور عند الجزار على حساب الكفته وكل شيء على حساب العيد، وحده ديال اللي فروي اي حاجه يعني كيما نقولوا. غادي الثمن ديالها يكون 199 درهم 2 لتر، وفيها حتى 3 لتر، حتى هي بثمن جد مناسب. دوتشمان مرحبا، قلنا لكم هاد التشكيله زوينه بزاف ديال لي مول، ديكورات بزاف مختلفه، كواليتي مزيانه على الديكور. هذا كان ما كاينش، راه ولا ديسبونيبل من جديد، وكاين هاد الديكورات اللي تحت. وهذا الثمن ديالو غادي يكون ب 99 درهم، ثمن البروموسيون. كلينر لي ستارز كامل ديال المغرب داروا لها بيبليسيتي، الاغلبيه ديال البنات داروا لها بيبليسيتي، غتكون بثمن ديال 129 درهم، فيها 3 نيفو.
الديره تشوفوا كي داير، شوفوا واعره واعره بزاف. الثمن ديالها غادي يكون 105 درهم، فيها الوان رائعه صيفيه، فيها بزاف ديال لي كولور. كلو في التخفيضات ديالنا ديال الصيف بيست واي، ميتو 52 على 43 سنتيم، الثمن ديالو غادي يكون 179 درهم. غادي ندير لكم تخفيض حتى في هذا ديودورون ديال النساء مونوغوطاس، غتولي الثمن ديالها 17 درهم، فيها بزاف ديال لي موديل. وكاينين حتى هاد ديودورون ديال لاطافا كونسونطري، هادو الثمن ديالهم 50 درهم كاملين، هاد الشكالات ديال لاطافا. وكاينين شكالات اخرين، مرحبا بكم. زبنا متجر توي ستور كيما كتشوفوا، ما كاين غير 40 39 درجه. جبناكم هاد المره في الفرع كبيره، والثمن ديالها شحال غادي يكون؟ غادي يكون 179 درهم، يعني 36100 قل 20 دورو. وهاد الثمن ما غادي تلقاو حتى في بلاصه، ديروا بارطاج مع احبابكم واصحابكم باش يستافدوا حتى هما من هاد البروموسيون. ومرحبا بكم عند متجر توي ستور. السلام عليكم زبناء متجر توي ستور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دخلنا لكم هاد المجامر نتاع العيد الكبير، كما كتعرفوا راه ما بقى والو العيد الكبير، كاين بحال هذا سهل باش يديمونطا، وكاين هذا صغير وكاين هذا الكبير. مرحبا بكم عند توي ستور. طابلي ديال البنات بروجيكتور، الثمن ديالو غادي يكون تخفيض 149 درهم، وحتى ديال الدراري كاين هو غادي يكون الثمن 149 درهم. لكم واحد الالعاب صيفيه ديال الصيف جماعيه، جينجا هاد المعروفه ديال اللوح، الثمن ديالها غادي يكون 99 درهم. ودخل لكم هاد الشطرنج اللي غادي الثمن ديالو يكون 65 درهم. هاد المونوبولي كلاسيك اللي غادي يكون بثمن 69 درهم. لكم هاد الفوطات فيهم واحد ديزاين ديال الدراري الصغار، كاين في الاولاد وكاين البنات، الثمن ديالها غادي يكون 69 درهم. والموديل ديال سبايدر مان كيجي في هاد الديزاين، وكاين في هادي ديال فروزن حتى هي 69 درهم. المهم كاينين بزاف ديال الديزاينات ما قدرناش نصورهم كلشي، الوان بزاف مختلفه، نفس الثمن 69 درهم. جبنا لكم هاد الجفاف العجيف، كاليتي مزيانه وخايبه لكم، نفس الجفاف راه ماشي بحال بحال، الثمن ديالو غادي يكون 185 درهم. كم دخل لكم حتى لي زاكسسوار ديال البنات مع الصيف وكلشي، تقدر ديرهم غير في الزطام في الصاك في اي حاجه، المهم صغار كيتبلعوا بحال هكا، فيهم هاد الالوان. كيعانيو باش يختاروا شي حاجه كادو، دخلنا لكم هادو سته ديال الطباسات وطبسي كبير ديال لاطار، الثمن زوين حتى هو. وزدنا دخلنا لكم حتى هاد الفريقات بروموسيون الى عقلتوا عليهم، الثمن ديالهم غادي يكون 59 درهم. هادي النوار كتجي مرشوشه بطوغي، كاين في هذا اللون وفي هذا اللون، النوار مرشوشه بالاحمر الغوج. الطباسه نفس الثمن حتى هما غادي يكون 59 درهم. يلا مرحبا بكم كاملين عند متجر توي ستور. بالنسبه للكليان ديالنا شحال من واحد ما عارفش بلي عندنا حتى الفوق، غادي لكم واحد الجوله الفوق، يكون هنا الدروج بحال هكا، كاين هنا لي زاكسيسوار ديال الانيفرسير، اسباس بيبي. وهنا يمشيو الاواني ديال فاس، شي حاجه زوينه كلاس، صينيات بالعرض بحال هكا، دخلوا هاد الشكل ديال بالعرض كاسي طوغي بكاسي بالكري، وداكور جديد هذا واعر زوين بزاف. وكاين هاد ديكوراج ديال فاس صراحة كيعطي واحد الشارم واعر في الصالة ولا في أي بلاصة. يا الله مرحبا بكم كاملين. المهم زبناء متجر توي ستور، كانت هذه هي التخفيضات ديال هذا الاسبوع، نتمنى تعجبكم. كما شفتوا درنا البروموسيون يعني اللي واعرين خطيرين صراحه، يعني الاثمنه كانت جد منافسه وما تلقاوهاش تقريبا في السوق. نتمنى تبارطاجيو هذا الجديد مع اصحابكم وحبابكم الناس اللي عزازين عليكم، هكذا باش كما نقولوا الفيديو يدير بوم، هكذا باش تشجعونا ديما نحاولوا نديروا لكم التخفيضات اللي تكون واعره خطيره خياليه جدا. وهادشي اللي نقول لكم، جيم وبارطاج ما تنساوش، ومرحبا بكم عند متجر توي ستور، وانتظرونا ان شاء الله. هاد التخفيضات غتبدا ان شاء الله يوم السبت 25 شهر 6 الى غايه 10 في شهر 7 ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، يلا مرحبا بكم كاملين عندنا.